مرحبا بكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في ريفيو للاس اس دي من عند اي داتا اللي هو الاس اكس 930 موديل 240 جيجا. اليوم باش نحكيو في اهم الخاصيات اللي يتميز بها الاس اس دي هذايا، واش نعملو كومباريزون ما بينه وما بين دي اس اس دي اخرين اون بازون على بنش مارك اللي لقيتهم في الانترنت. سوما غير ما نزيدو في الحديث، يلا نبداو الريفيو. بالنسبة للبواد اللي يجي فيها الاس اس دي، نلقاو لوجو اكس بي جي في كل بلاصة واللي يرمز للجيمنج سيكشن من الموديلز متاع ايديتا. الديزاين كان ديناميك على الاخر وفيه طابع الجيمنج بالفلام اللي تشق كامل البواد. بعد ما نحلو البواد نلقاو الاس اس دي من الفوق ومعها الديسكتوب باك 3.5 انش اللي باش يمكنك من تركيب الاس اس دي في بواتي متاع البي سي، وزادا نقاو سيبور صغير فيه شويه كول باش نجم تركب الاس اس دي في بي سي بورتاب، وفي الاخر نقاو ستارت جايد. الاكس بي جي اس اكس 930 يتميز بالجود نتاعو وصغر حجمه. الاوتور نتاعو بلغت 7 مليمتر والبور نتاعو ساتا 3 جيجا بار سيكوند، وزاد كومباتيبل مع ساتا 3 جيجا بار سيكوند للي عنده كارت مير قديمه. الاس اكس 930 يتوفر في 3 موديلات هما ال 120 جيجا، ال 240 جيجا وال 480 جيجا. الاس اكس 930 موديل يعتبر اقوى ما خرجته ايديتا، وكان الهدف منه منافسة او سي زد فيرتكس 460 سيريس والكروسول ام اكس 2000 سيريس. بالنسبة للموديل اللي عندي ال 240 جيجا، عنده ريد سبيد ب 560 ميجا بار سيكوند ورايت سبيد ب 460 ميجا بار سيكوند، وهذا ينجم يسرع البي سي نتاعك 200 مرة لدرجة انك ماكش باش تصدق سرعة الديماراج وسرعة حلين لي بروجرام، وباش يعاون برشا بالنسبة سيرتو جماعة اللي يعملوا الايديتينغ يعني كيما اليوتيوبرز والفيديو ميكرز والفيلم ميكرز. بالنسبة للبنش ماركس حاولت نجمع اكثر وحيد واضحين، سو ليتس تشيك ذيم اوت. بالنسبة للبنش ماركس اللي عملتهم انا، لقيت انه الاس اس دي هذايا الاس اكس 930 جاب 515 ميجا في الريد و 445 ميجا في الرايت. وبعد لوجت على اعز سكور نجم نلقاه الاس اكس 930 وقيت انه جاب 536 ميجا في الريد و 461 ميجا في الرايت، وهذا معناتها مش بعيد برشا على مكتوب في البواد. وبعد مشينا الاي دي 64 ديسك بنش مارك اللي هو من اكثر البنش مارك المعروفين، والاس اس دي كان كلاسي ما بين احسن الاس اس دي في دونك في البرايس رينج نتاعو اللي هو تحت 200 دولار. وبعد مشينا للاي اس 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 دي بنش مارك واللي هو كوبي بنش مارك، وكان الايديتا اكس بي جي اس 630 كلاسي الاول في الاي اس او والبروجرام والجيمز ترانسفير. سو كانت هذه الريفيو نتاع الاس اس دي اس 630 240 جيجا من عند ايديتا. ان شاء الله يكون عجبكم الريفيو هذايا، ما تنساش تحط لنا لايك سبسكرايب شير اند كومنت. كان معكم احمد كابو موقع تنيس جيمرز، السلام عليكم.